انت ايه حكايتك بقى بالظبط؟ اطردك من المينا تجيلي على الشركه، اطردك من الشركه تجيلي على المكتب. طب يا ترى لو طردتك دلوقتي عليك فين بالليل؟ هتلاقيني في خدمه سعادتك. يا سلام. لا بجد انا عاوز اعرف انت حكايتك ايه بالظبط. يا اكرم بيه انا ما عنديش حكايه فعلا تتحكي. مفيش حد ملوش حكايه يا حسن. اي بني ادم في الدنيا بيبدا من مكان وبينتهي في مكان تاني. وانا بقى مهتم اعرف انت بدات فين عشان تكون نهايتك عندي هنا. انا بدايتي عند سيادتك مش نهايتي. ياه. طب بص يا حسن، انا هعلمك الدرس الاول وعاوزك تذاكره كويس قوي. كونك انك انت تكون واثق من نفسك دي حاجه، وانك تبني ثقتك على حد تاني دي حاجه تانيه خالص، وخصوصا لو كان الحد التاني ده اكرم البدري. انا ما ببنيش حاجه على حساب سعادتك. انا طول عمري كده عارف مكاني وعارف حجمي كويس. لو فكرت ان انا احل مشكله الشحنه دي ده وفاء للمكان مش اكتر من كده. ما تزعلنيش منك بقى يا حسن، انا لسه بقول الولد ذكي وذكائه عاجبني، بس اوعى اوعى يصور لك ذكائك انك ممكن تهين ذكائي. العفو سعادتك. اوعى تكون فاكر ان اللي عجبني فيك انك حليت لي مشكله كان ممكن احلها بتليفون صغير من مكتبي. لا، انا اللي عجبني فيك انك قدرت تفكر صح، حاولت بامكانياتك الميته دي انك توصل لحد مكتبي هنا اهوت. ودي تصرفات واحد عاوز يكون حاجه، فكر خطط عمل خطوه اولى ناحيه عالم عاوز يخشه. اوعى تخلي التانيه تدوس على الاولانيه وترجعك سنين لورا. يا اكرم بيه انا ممكن اكون بحسب خطواتي لكن اخطط لها لا. انت شايف ان في فرق ما بين الاثنين؟ طبعا في فرق كبير سعادتك. الحساب دايما بيبقى على المكشوف لكن التخطيط في الضلمه. اقعد يا حسن. لو عاوز تعيش صح يا حسن لازم تتعلم ازاي تكيف نفسك ما بين الاثنين، الضلمه والنور. وده سبب قعدك معايا دلوقتي. مش فاهم سعادتك. انت عرفت تمرر شحنه وتوصلها لحد عندي. يا ترى لو بتعرف تمرر تعرف تعطل؟ انت سعادتك تؤمر وبس. ماشي. في رجل اعمال اسمه عادل الراوي عنده شحنه هتطلع من مصر بكره او بعد بكره، تعرف تعطلها لي لحد لما انا اقول لك كفايه؟ سعادتك لو مش عايز تقول كفايه كمان نلبسها تتلخفه لحد ما تتبخر خالص. الموضوع مش سهل قوي للدرجه دي يا حسن. سيب الخبر اللي وصلك منه هو اللي يحدد سهل ولا صعب. نو ديت نو. I'm sorry. يا استاذ يا استاذ ما فيش لمس، ما توديناش في دهي. Oh, this is so nice, so beautiful. No. No. Dick, no. فاطمة أنا مش مصدق نفسي. أنت هنا يا فاطمة؟ إيه اللي مدخلك هنا؟ فاطمة وحشتيني أوي يا فاطمة. يا ترى أنا شاغل بالك زبلت شغلة بالي ولا نسيتيني؟ كويس
وحداني واحتاج لك. وحشتني قوي يا فاطمه. اوعي يا فاطمه اوعي توافقي على حد غيري. استديني. أنا هعمل قرشين يا فاطمة. حوش لي قرشين ولا عشان أتجوزك. استنيني يا فاطمة. استنيني. أنا بحبك. إيه يا عبد الله؟ هي وصلت الدرجة دي يا ابني؟ أنت بتكلم نفسك؟ لا أبدا يا ريس أصلي. طب يلا شوف شغلك يا ابني. سلام دلوقتي يا فاطمة. هرجع عليك تاني. بحبك قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبلة نادية. عزوز؟ أنا رحت المينا زي ما اتفقت مع حسن. خلصت وراجل معاش. ما بقاش فاضل يعني غير إنكم تروحوا تاخدوا رقم المعاش. اتفضلي. معقول خلصت الورق بسرعة دي؟ حبايب المرحوم كتير. كل الناس كانت عايزة تعمل الواجب. إحنا تعبينك معانا قوي يا عزوز. ما تقوليش كده. أنا لو عليا كنت مضيت مكانكم. بس أنا خطي وحش أعمل إيه يعني؟ مش عارفة أقول لك إيه يا عزوز. بس من ساعة ما ابتديت تجري على الورق وانا حاسة ان حسن اخويا هنا لسه ما سافرش. ربنا يديني المعروف يا استنادي. عن اذنك. اتفضل. صباح الخير. صباح الخير. اهلا. اتفضل. صباح الخير استاذ علي. ايوه اتفضل. حظك سعيد. اتفضل. احنا كنا على وشك اقامه ندوه علميه. تلت ساعه حضرتك متاخر تلت ساعه عن ميعادك يا استاذ علي. ده حقيقي. انا اسف. الزحمه والعنوان تهت شويه. هو حضرتك مش من اسكندرية؟ لا أنا من جنة صعيدي. أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذ علي. أنا النهاردة مش قاعد معاك علشان موضوع النشر. الحقيقة أنا عاوز أدردش معاك شوية في طرح وجهة نظر في الدرافت اللي أنت كتبته، ربما تستفيد منه في الجزء المتبقي من الرواية اللي أنت لسه ما كتبتوش، أو تعيد النظر في كتابة الرواية من الأول وجديد. هتستفيد كتير من الأستاذ مصطفى. اسألنا. أنا الحقيقة يا جماعة الدرافت اللي كاتبه الأستاذ علي يفتقد إلى الكتابة الحداثية. الكتابة عنده كلاسيكية والشخصيات تفتقد إلى التجربة الإنسانية الحقيقية اللي تفتقد إلى التفاصيل والديتيلز. أهم حاجة التفاصيل. طبعاً واضح إنه هو بيقلد الكاتب ماركيز بس مش عارف يقلده كويس، علشان كده إحنا يعني إيه ما نقدرش نقول عليه دلوقتي كاتب. لازم ياخد فترة طويلة جداً معانا علشان يبقى كاتب أو أديب. أظن واضح يا أستاذ علي. فاهمني؟ طبعا فاهم. عارف ليه؟ عشان انت ناشر عظيم. طبعا بس في الحقيقة انت فاشل عظيم. ايه؟ اخرس. انت وشوية شغالين معاك في الثقافة. وانا متأكد انك بترص الكلام ده لأي حد يوريك أي حاجة. البيت ده بتاع باباك الله يرحمه. كان عايز اجوزك فيه فقلت اجيب صحابي المثقفين ونجيب شويه كراسي
ونعمل دار نشر. دي دار نشر عظيمة، دار نداء. نداء يا ابو نداء، انت وهو دي افشل حاجة عملتها في حياتي، اني عدت القعدة دي. يا عيب عليكم. قوم يا ابني قوم، انت مش فاهم حاجة. طمني الاخبار. تمام، كله ماشي زي الفل لحد دلوقتي. المخزن ده امان؟ اصلي مخزن قديم وخرج بره الجرد، ما حدش بيستعمله. بس ايه، ما تقلقنيش. الحكايه دي لو اتهرشت الرجاله دي هتروح في سنين الدهيه. وانا بصراحه بقول لك ايه، الدهيه بتاعتهم ايه؟ خصم لك لما مرتب كل واحد فيهم. عندنا يا سيدي. ماشي يا حسن، خلص وكلمني. ها طمني على طول. ان شاء الله. الروايه بتاعت حضرتك جايب لي تعديلات. انا دي واحده بس هبقى معاك. لا مفيش تعديلات، انا خلاص مش عايز اكمل. هو الاستاذ هشام فين؟ استنى، مش هكمل ازاي يعني؟ مش فاهم. مش عايز اكمل فين الاستاذ هشام؟ انا عايز احاسبه على الورق ده وخلاص. على فكره التردد اللي انت فيه ده ما ينفعش. التردد ده يليق على الابطال بتوع الروايات اللي انت بتكتبها، لكن ما يليقش ابدا على اديب يعني. انت بتقري ادب؟ بكتب ادب، وبكتب فلسفه، وبكتب اقتصاد، وبكتب حاجات كتيره قوي. بس على فكره روايتك حلوه قوي بجد. كل ما اقعد اشتغل فيها بحس ان انا عايشه جواها. بجد أرجوك، حرام عليك، حرام عليك ما تكملهاش. أنا مش عايز أكمل عشان أنا حاسس إني فاشل. حاسس إنك فاشل إزاي بس؟ هي الرواية نزلت أصلاً عشان تعرف إذا كنت فاشل ولا ناجح؟ إحساسي 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 إحساسي. إحساسك ده غلط صدقني. ارجع انت كده بس للاحساس الاولاني اللي انت بدات بيه الروايه. خساره عليك، خساره ما تضيعوش. صدقني اسمع مني. مساء الخير. ازيك يا دكتور علي؟ اهلا 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 يا استاذ. خير في حاجه ولا ايه؟ لا لا مفيش حاجه، بس في شويه تعديلات هجيبها بكره. كونك انك انت تشتكي لمامتك دي حاجه، وانك تشتكي للزفت اللي اسمه عادل ده شيء مش لطيف، مش لذيذ، ما بحبوش. ياه، هو ده اللي ضايقك قوي؟ اني فضفضت مع عادل بكلمتين؟ فضفضتي؟ اه فضفضت. حبيبه قلبي، بعد الموقف السخيف اللي انت عملته معايا. ايه؟ كان عندي شغل، المفروض ان انا اسيب شغلي واجي اقعد جنبك؟ وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول عندك شغل، عملت ايه يعني انا عشان ده كله؟ هقول لك يا حبيبه قلبي انت عملت ايه؟ قلت لك تاخدي معاكي واحده صاحبتك، مش تاخدي الزفت اللي اسمه عادل. انت بتتكلم على مين؟ عادل صاحبنا اللي احنا متربيين معاه؟ اه بتكلم عن عادل صاحبنا اللي احنا متربيين معاه. عادل الزفت. لا انا مانيش دعوه بمشاكلك انت وعادل. انت فاكر نفسك ايه؟
ربنا هتتحكم في الكون كله؟ وبعدين ايه القرف ده؟ ده مش كلامي كنور، كلام مين بقى؟ دولة؟ لا كلامي يا اكرم، بس الجديد بقى ان انت ما سمعتوش قبل كده. انا مش جاريه ولا حته اكسسوار تيجي تشوفها وقت ما تحب. حرام عليك يا اخي، انا بقيت بكره نفسي عشان بحبك للدرجه دي؟ ده من ضعفي ناحيتك انك هترجع تلاقيني؟ ارجوك ما تقللش مني اكتر من كده. عارف ليه؟ عشان هصدقك واسامحك، وانا مش عايز اسامحك. ما تقللش مني اكتر من كده. بكره الصبح اول ما تيجي تخلصي لي البلوزه دي. حاضر يا ابو الامين. يلا حبيبتي لما حاجتكم وروح. ايه يا وردي حبيبتي، ما اكلتيش سندوتشات ليه؟ تسلم ايدك، هقولها حالا. النهارده عملت شغل كتير، كان رقم قياسي. يعني هينوبك ايه من تمائة العنان دي؟ هيدوك نشان في الاخر. اعمل يا ماما شغلي. لما حبيبك بقى يجي ويلاقيك دبلانه يعمل ايه؟ عندك حق، لا هاخد بالي بعد كده. بس برضو في ناس تانية مش واخده بالها من صحتها خالص. الساعة كان في ايدك دلوقتي عشان تفضلي تشتغلي ده كله؟ يا اختي يا وردي سيبك مني انا يا بنتي، الوقت بيعدي عليا بالتيله. الاول كنت اخلص شغلي بسرعه بسرعه عشان احضر لعمك الرشيد العشاء هو وحسن، لكن دلوقتي بزق في الوقت زق. وده مين ده اللي بيخبط عندكم دلوقتي؟ قومي شوفي مين يا وردي. حاضر. استني بنتي جايه معايا. مين؟ الراجل اللي شغال معاه اتزعق في المينا زي المجنون بيدور على الحاجه بتاعته، ما يعرفش انه سند على باب المخزن اللي مقفول عليها. الله، تمام يا حسن والله، تمام تمام. كان نفسي اشوف منظره اول ما وصل له الخبر. يا سلام، اصوره لك صوته وصوره كمان. سيب خيالي يشوفها بمزاج اللي تؤمر بيه. الله، بس يعني اكون نجحت في الاختبار. ومين قال لك بقى انه اختبار؟ يعني اصل حسيت ان سعادتك مش واثق فيا قوي. يعني انا ما بجربش غير اللي بثق فيهم يا حسن. اكسلانس. ايه يا صالح؟ انا مش قايل محدش يدخل علينا؟ سوري اكسلانس، بس في شيكات محتاج. قلت بعدين. انا ما بحبش اكرر كلامي، هي مره واحده. على فكرة يا حسن، أنا ما بفكرش في حد مرتين. طالما اقتنعت بيك يبقى خلاص. صالح افتح الدرج ده. اوكي. ادي الظرف اللي فيه لحسن. لحسن. حسن، أنا حسن. برا يا صالح. برا حبيبي. سلانس. بوز اكرم بيه، معلش. هو دول ايه؟ حق رجالتك. رجاله ايه؟ انت مش دفعت للناس اللي خلصوا لك المصلحه في المينا؟ خلاص، يبقى لازم تكافئهم، لازم يشوفوا خيرك عشان لما تطلب منهم حاجه بعد كده يبقوا تحت جزمتك. ايوه بس دي حاجه بسيطه، وانا خلاص ظبطت كل حاجه. يعني تاني درس هديهولك يا حسن، اوعى تعمل لي حاجه بدون مقابل، عشان لو عملت كده يبقى بتحلم بمقابل انت ما طلبتوش وانا ما وعدتش بيه. اللي تشوفه اكرم بيه. عندك بدله حلوه؟ يا ريت. خلاص، يبقى تشتري احسن بدله. انا عاوزك شيك قوي. ومن النهارده تنسى شغلك في المصنع، انت خلاص بقيت معايا. وانا تحت امر سعادتك. الشاي يا بابا. ميرسي يا بنتي. والله لك وحشة يا أبو ورد. تعيش يا أم حسن.
انا كلمت حسن في التليفون وقلت له انك وصلت امبارح، فرح قوي. بس ورد بقى قلتلنا انك نمت ما دريتش بالدنيا. الشاي يا ماما، اتفضل. شكرا. الحقيقه يا ام حسن انا كان نفسي اشوف المرحوم، بس امر الله بقى. مقدر ومكتوب الحمد لله. وانت بقى مش ناوي تقعد معانا؟ والله لو كنت زهقت من ورد قعد. ازهق من ورد؟ دي روحي من جوه. يمكن ما تصدقنيش لو قلت لك ان غلاوتها اكتر من غلاوه ناديه بنتي. ربنا يخليك يا ماما. يا رب يخليك ليا يا حبيبتي. انا بتكلم عليك انت، كفايه بقى شغلك وتنطيطك من مينا لمينا. ما تعبتش؟ والله تعبت يا ام حسن، تعبت قوي. بس البحر ده نداها. تصدقي انا لو ما نمتش في المركب افضل سهران الصبح. دول 30 سنه يا ام حسن. متهيألي لو عشت على الأرض 1000 سنة مش هتعلم اللي اتعلمته في البحر في أسبوع. إزاي يعني يا بابا؟ البحر يا بنتي فيه كل حاجة، فيه الحب والغدر، فيه القسوة والطيبة، فيه الزعل والصحوبية. فكري في أي حاجة هتلاقيها في البحر. أنا عادتي هناك مش حكاية رزق ولا تعود، لا، ده أنا حاسس إني لو سبت البحر أموت. بعد الشر عليك يا بابا. أنا هقوم أشوف نادية خلصت الأكل ولا لسه. وحشاني قوي يا ورد، وحشاني يا بنتي. أنا عارف طبعاً إنك واخدة على خاطرك مني عشان ما بتشوفينيش إلا من زمن للزمن وفاكراني إني ناسيكي. لا يا بابا أبداً، أنا عارفة إن أنت بتبقى في مينا وبتصبح تلاقي نفسك في مينا تانية. بس يعني. بس ايه يا حبيبتي؟ انا يا بابا لوحدي، ابويا مات، اقصد يعني بابا الرشيدي مات، وحسن على طول في مصر، وانا قاعده لوحدي وبالليل ببقى خايف. يا بابا انا نفسي تبقى معايا، عايزه ابقى مطمنه. انا على فكره انا جبت لك حاجات حلوه كتير قوي هتنفعك لما تتجوزي. شربتي برضو؟ فكري هيقعد قد ايه المره دي؟ ملهاش دعوه، دي حاجه بين البنت وابوها ما بيتدخلش فيها. ازاي بقى يا ماما؟ وردي دي زي بنتك، تربيتك يعني. اسكتي، ما تخلينيش اتفتح. لو اتفتحت في الراجل هفضل ابهدل فيه اسبوع بحاله. حد يسيب بيته سنه وسنتين ما يسالش فيها، حتى التليفون كل كام شهر. انا يصبرها ورد بقى، انا مش عارفه هتلاقيها منين ولا منين. معاك يا ورد يا بنتي يا رب. استغفر الله العظيم. يعني هنستنى شوية كده عشان بابا الرشيدي وكمان حسن يتثبت في الشغل. أبو ماله يا بنتي، ولا يهمك، كل تأخيرة وفيها خيرة إن شاء الله. حالاً هيكون الأكل جاهز. حسن وحشني قوي، بيجي إمتى حسن؟ يا سيدي حسن هنا على طول. أنت اللي حسن. حبيبي يا حبيبي. أهلاً. إزيك يا حبيبي؟ أهلاً بيك. إلا على سلامتك كده أنا. وحشني يا حسن. الحمد لله على السلامة يا حسن. الله يسلمك. السلامة. الحمد لله. بقول لك ايه، انا هموت من الجوع. شوف لنا اي حاجه ناكلها وندهنها بيها. حاضر يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي. يا ناديه اتفضل. ازيك يا حسن؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله على السلامه. ده انا دعيتك ولا ايه؟ انت بتقول فيها؟ انا مش مصدق الشوط اللي قطعته النهارده. شكلك كده اتفقت مع الناشر. لا لا لا، انا اتخانقت مع الفاشل. اتخانقت ليه؟ رحت لقيت واحد نصاب وعايز اتفزلك. خرجت من عنده وحاسس نفسي مخنوق. كنت عايز احرق كل الورق اللي كتبته. بس مش ده المهم. اقعد.
قابلتها. هي مين اللي قابلتها؟ ورد. الله، ده اسم حلو قوي، اسم ورد. ورد البنت اللي بتنسخ الروايه بتاعتي. عارف يا بشير، لما تقابل واحده وكده تخليك تعرف معنى الحياه، واحده تديك الامل انك ممكن تقوم من تاني، تفرح من اول وجديد، حاجه زي الحلم. الله، طب والحلم ده راح فين؟ هما كلمتين بعد كده مشيت. كلمتين؟ كتر خيرها انها قالت الكلمتين. طبعا كتر خيرها، كفايه انها مخلياني قاعد اكتب وحاسس اني مش عايز ابطل كتابه خالص. تعالي معايا ناديه نجيب بقيه الحلويات. تعالي الاول سيبك اديلك ايه. ايه يا حسن؟ طالع لابوك يا ابني بالظبط، فلوس بتاكلك في ايديك كده برضه تفرتك اول مرتب. ادي قلت ايه اول مرتب، ما بتاخديش على كده. قولي يا عم محارب، هات عيش وتجيب لهم يا ابني. يا رب. اتفضلي يا ستي. الله الله الله، ايه يا حسن دي؟ دي حرير يا ابني. امال هجيب لك خيش الغالي للغالي يا ابو حسن. الله، اديك طول العمر يا ابني، نفس كلمه ابوك بالظبط. الله يرحمه ابو حسن. يحسن اليه. هو ايه؟ هو ابو حسن خد كل حاجه وما سابش لحد حاجه. انا بقول بقى كفايه الدس ونغيره بقى ولا ايه؟ اه والله بنات؟ والله العظيم صح، هتبقي فيها عروسه. يلا خدوها تغيري. يلا يلا يلا. ليك وحش يا عم حر، طولت الغيبه المره دي. ايوه يا ابني فعلا طولت قوي. كان نفسي اشوف ابوك الله يرحمه. اخر مره قال لي شكلك هتعملها بعيد عن حضن اهلك يا راجل يا عجوز. كان خايف عليا اموت لوحدي قبل ما اسلم عليه. شفت النصيب؟ نصيب اهو. ارتاح ارتاح، وسابنا كلنا عايشين تعبانين من غيره. كلمه ابوك مقربه مني قوي، حاسس ان انا فعلا هموت بعيد عن حضن حد باقي عليا. انا طول عمري عايش في الموج، النهارده مايله يمين بكره مايله شمال، ما بقتش مستعد للركنه ولا ان انا اميل على حد ولا على حاجه تانيه. عم الحرم ربنا يديك الصحه ويخليك لينا، ما تقولش كده. انا خايف بنتي تبقى زيي، تبقى مسنوده على المايل. انا كنت مبسوط فرحان انها كانت مسنوده على وتد حر زي الرشيدي، لكن دلوقتي خلاص ما بقالهاش حد تاني غيرك يا حسن. انا عارف ان الظروف مش هي، لكن انا لا يمكن هرتاح الا لما اشوفك انت وهي متهنيين في بيت واحد. ايه يا حسن مش ناوي بقى؟ والله انا يا عم حرم انا بفكر لسه. ايه بس ما تخافش، هو لولا غيبتك دي كان زماننا دلوقتي قاعدين في بيت واحد ومتنين وعايشين زي الفل. بس طبعا دلوقتي انت عارف الظروف ماشيه ازاي والحياه مزنقه، وانا بحاول يعني احط رجلي على الطريق لسه عشان نعيش مرتاحين ونفضل في بيتنا مبسوطين. بس ما تقلقش، خلصانه والله خلصانه. ورد من نصيب ان شاء الله، ما تقلقش عليها، ورد في عينينا يا رب. تا 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 تا. الله اكبر. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بس بص يا حبيبي اتولى عليك. لا عايز اعلمك بقى. عندك النهارده؟ لا مفيش حاجة. ماشي خلاص. لا 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 خلاص.
من ساعة ما وصلت وأنا مش حاسسها، استغرباني مكسوفة مني. أول ما وصلت خدتني بالحضن وقعدت تعيط، افتكرت إن أنا وحشها. أتريها بتعيط وتقول بابا مات. ها باباها مات؟ الأب هو اللي ربى مش اللي خلف يا محرم. أنت عايش ميت في حياة بنتك. أنت تعرف بنتك عندها كم سنة؟ بتشتغل ايه؟ احوالها ايه؟ ما تعرفش. ما فيش حد بيرمي ضلال اخوه يقول له ربيهولي. تعيبك يا محرم انك طول عمرك باصص في مرايه ما بتشوفش فيها الا نفسك، ما بتشوفش اي حد من اللي حواليك. انت تعرف بنتك لما بتعيا مين اللي بيقعد جنبها يراعيها؟ مين اللي بيحن عليها؟ ما تعرفش. طول عمرك ضيف في حياة بنتك. وده انت شفت الرشيدي راح وانا كمان هروح، وانت لما تروح هتروح في بلد غريبة مش هتلاقي بنتك وحدتك جنبك تقرأ لك الفاتحة. كل ده راجع موضوع شكله كبير ولا ايه؟ الحمد لله على سلامة يا عم محرم. الله منور يا عم محرم. انا هقوم اجيب شعر وبقومي معايا. يلا. شايفه بقى الملون عليك احلى فستان اسود، مش كده يا عم محرم ولا ايه؟ مش العبايه الجديده عليها احلى يا عم محرم؟ هو بابا فين؟ أم يا حسن شوف ورد. عايشة يتيمة وأبوك الحي. أنا عرفت إنه سافر على المركب اللي طلعت امبارح. كنت متأكدة. هو كده بيجي فجأة ويختفي فجأة. هو ده ابويا. الوضع صعب يا وردة. اللي بيحب حد ما بيحب يشوف عينه متعلقة بيه وهو ماشي. بتفضل تدور عليه في كل حتة. تفتكر يا حسن؟ أبوك ما اختارش عيشته. مفيش حد بيختار العيشة اللي بيطلع يلاقي نفسه فيها. من صغري وانا بشوفه كل كام سنه مره. انا بكبر وهو كمان بيكبر. كل مره يجي فيها يشوف واحده شبه ملامح بنت، وانا كمان بشوف فيه ملامح واحد كنت عارفاه. انت فاكراه؟ عارف يا حسن، أنا مش فاهمة. زي ما تكون السنين قصدة تغير ملامحه في عيني. عارف لما كان بيجي كنت بعمل إيه؟ كنت بفضل قاعدة بصاله. حتى لما يدخل ينام
بفضل قاعدة بصله، خايفة انسى شكله. المرة دي حسن خالد مش فاكرة شكله خالص، مش فاكرة حسن. اوعي حسن، اوعى تبعد عني، انا مش ممكن انسى منك الحاجة ابدا يا حسن. غبت عني هموت. ظروف يا ولد، تعرف في ظروف ايه؟ افتكرتك مش جاية. اتأخرت عليا، افتكرتك مش جاية. هو انت مالك، في حاجة؟ لا بالعكس، شوية ارهاق من الشغل مش اكتر. هو انت غيرت رأيك؟ في ايه؟ خلاص مش عايزني. هو انا لو غيرت رايي كنت جيت لك على طول اول ما كلمتيني؟ ايوه، بس انت فيك حاجه، شويه ارهاق زي ما قلت لك، شويه مشاكل في الشغل مش اكتر، متشغليش بالك. انا اسفه. اسفه على ايه؟ زيكم انت، ما تتاسفيش خالص، ما تتاسفيش على اي حاجه. وبعدين لازم تبقي عارفه ومتاكده إن أنا أول ما بشوفك بنسى هموم الدنيا دي كلها، ويفضل قدامي الوش الجميل اللي أنا باصص له. طب وهو إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ ده مفتاح بيت في 6 أكتوبر، ده هيبقى بيتك من النهاردة. دي أنا؟ بيتك أنت. وخدي الموبايل ده خليه معاكي، بس يعني يا ريت ما تتصليش انت، ابي استنيني انا لما اكلمك. انت عارفه بقى شغلي وبيتي و... انت فاهمه. طب الف توصلني. لا، هتركبي تاكسي من هنا. ايوه بس انا ما اعرفش حاجه هنا. ده العنوان، هتديه لسواق التاكسي وهو يوصلك. يعني هو عارف العنوان؟ هيقراه اكيد هيعرف. كنت هنسى، خلي الفلوس دي معاكي، يمكن تحبي تشيلي لنفسك اي حاجه. امسكي. عشاني انا؟ يعني لو تحبي تشتري حاجه مثلا من فوق او حاجه من تحت او الاثنين، انت حر. باي. يلا يا شريف. استنى. طب يعني هو ما ينفعش يعني تكتب عليا عرفي عشان منظري قدام الناس؟ أنهي ناس؟ ذكرى، أنا الناس، أنا الناس كلهم. وبعدين مش عاوزك وأنت في حضن أكرم البدري تقلقي من أي حاجة، كل حاجة حلمتي بيها هحققها لك، بس كله في وقته. اوعي وانت جنبي تخافي من حاجه، اوعي تخافي خالص، معايا تكسب. ما تنسيش تجيبي حاجه من فوق حاجه من تحت. باي باي. يلا يا شريف.